أهلا بكم. تتعاظم التحديات الداخلية أمام حكومة الكاظم الجديدة في ضوء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وانهيار المنظومة الصحية والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. الكاظمي تعهد في جلسة منح الثقة لحكومته في البرلمان بالعمل على إنجاز 3 مهمات أساسية، وهي الاستجابة لمطالب الشعب وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة بعد استكمال القانون الانتخابي، وفرض هيبة القانون من خلال حصر السلاح بيد الدولة فقط والحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة للصراعات والمواجهات الإقليمية والدولية. لكن صحيفة لوفيغارو الفرنسية واسعة الانتشار تؤكد في تقرير لها من بغداد أن موجة جديدة من التظاهرات على وشك الانفجار بسبب فقدان ثقة الشعب بحكومة الكاظمي وكل الطبقة السياسية في العراق. حكومة الكاظمي وقدرتها على ترجمة وعودها الكبيرة والعديدة إلى خطوات عملية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: بما اختلفت حكومة الكاظمي عن الحكومات السابقة التي تشكلت كلها وفق المحاصصة الحزبية والطائفية منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ ولماذا لم يعد هناك أي حديث حكومي عن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة كما تعهد بذلك الكاظمي في خطاب جلسة منحه الثقة في البرلمان؟ ولماذا ما زالت عمليات اغتيال وخطف الناشطين والمتظاهرين السلميين مستمرة بل وتصاعدت بعد تشكيل حكومة الكاظمي؟ وهل ذهبت وعود الرجل بكبح جماح الميليشيات وتجريدها من سلاحها المتسيب والمنفلت أدراج الرياح بعد إشادته بميليشيا الحشد في قتال تنظيم داعش؟ وهل أخطأ الكاظمي في الإفراط في إطلاق وعود كبيرة لا طاقة له في تنفيذها بسبب تعقيدات الوضع في العراق وفي الإقليم؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلوان. لم يثبت التاريخ أن احتجاجات تحولت إلى ثورة متكاملة وتوقفت في منتصف الطريق قانعة بالسلطة الحاكمة مع تغييرات طفيفة عليها، فهي النار التي قد تتحول إلى جمر كامن يشب فجأة، ولكنها لا تتحول إلى رماد في عرف الثائرين. هذا ما لم يدركه الساسة الحاكمون في العراق على ما يبدو، فأغفلوا جوهر الثورة الطامحة إلى التغيير الشامل واكتفوا بتكرار لعبة تبديل الوجوه مع إبقاء أصل المشكلة: العبادي ثم عبد المهدي وعلاوي والزرفي، وأخيرا رصت المناقصة على الكاظمي. كل المتابعين للمشهد العراقي أدركوا أن لا شيء تغير في الخط السياسي، وكان أسرع المدركين لهذه الحقيقة متظاهرو ثورة تشرين، فلم ينتظروا طويلا حتى فجروا تظاهرات أكبر وأكثر زخما رغم أزمة كورونا. فلو كان ثمة تغيير حقيقي ولو جزئي في سياسة العراق لعرفه المتظاهرون المعنيون بهذه المسألة أكثر من غيرهم. بغداد، النجف، كربلاء، المثنى، القادسية، ذي قار، البصرة وغيرها من المحافظات شهدت ولا تزال تظاهرات يومية لتقول للساسة أن مشكلتنا ليست مع الأسماء وإنما مع المنظومة الحاكمة وتموضعها الإقليمي والمحلي. مشكلتنا مع رهن العراق للخارج واستباحته بعشرات الميليشيات الطائفية. مشكلتنا مع عقلية الأحزاب وبيروقراطية الفساد. مشكلتنا لا حل لها إلا برحيلكم جميعاً، وتتركوننا نعيد بناء المنظومة الوطنية كما تليق بكل حر عراقي. المتحكمون بمفاصل السلطة يعرفون أن الكاظمي آخر محاولة فعلية لتدارك الموقف، لذلك اختلفوا كثيرا حتى اتفقوا عليه. ورغم معرفتهم بفشله في حل أي أزمة إلا أنهم سيتمسكون به حتى النهاية، لأن خروجه من حلبة السياسة بإقالة أو استقالة سيشكل حرجا حتى للدول الداعمة لهم، إذ أن رحيل عدة رؤساء حكومة في سنة واحدة
يقطع كل الذرائع لمحاولة حلحلة الأمور من داخل المنظومة الحاكمة. تظاهرات العراق بنسخة ثورة تشرين تعد حلقة طبيعية من سلسلة ثورات الربيع العربي، تلك التي لم تخمدها القوة العسكرية ولا سياسة التجويع والإركاع. وعلى مبدأ أن الشيء بشبيهه يقاس، فها هي لبنان وسوريا مثلا تحمل تظاهراتها المستمرة شعارات ضد التدخل الإيراني وتعده أصل البلاء. يحدث ذلك في الأوساط التي كانت محسوبة على نظام الأسد وسلطة ميليشيا حزب الله وحركة أمل. العراقيون أولى بأن يتمسكوا بخيار إنهاء النفوذ الإيراني وإزالة أدواته ومحو كل آثاره السلبية من عراق أطلق أبناؤه ثورتهم، ولن يوقفوها إلا حين يحس العراقي أن الهواء الذي يتنفسه قد عاد عراقيا بلا شوائب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث على مؤشرات تنصل حكومة الكاظمي من الوعود الكبيرة والعديدة التي أطلقت إبان تشكيلها أو في جلسة منح الثقة لها برلمانيا. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من عمان عبر سكايب دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، ومعنا أيضا الدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايب وهو طبعا أستاذ للعلوم السياسية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، حكومة الكاظمي بما اختلفت عن تشكيل الحكومات السابقة من 2003 إلى اليوم، هذه الحكومة يفترض أنها جاءت عقب تظاهرات كبيرة جدا، قدمت 1000 شهيد، قدمت نحو 30,000 جريح، وروج على أنها على الأقل أنها هذه الحكومة متناغمة مع التظاهرات مع الحراك، لكن بما اختلفت الآن؟ طبعا أكثر من شهر مر على تشكيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، باختصار شديد هي لم تختلف عن سابقاتها أبدا، هي لم تختلف عن الإطار السياسي الذي شكل من عام 2003، ولم تخرج عن هذا الإطار السياسي الذي شكل من عام 2003 لحد الآن. هذا الإطار المحاصص الطائفي الإثني اللي مخرجاته كلها كانت فساد وخراب وطائفية وتخريب ودمار، ووصلت العراق إلى ما وصل إليه مع الأسف الشديد. الحقيقة هي خرجت من رحم هذا الإطار، لم تتجاوز هذا الإطار، بالعكس ربما كان الحديث بالحكومات التي شكلت، يعني بحكومة عادل عبد المهدي، بحكومة العبادي، بالمالكي، هكذا، ومجلس كانوا يتحدثون، ربما كانوا ينكرون هذه المحاصصة الطائفية ويتحدثون وهي واضحة. في هذه الحكومة كان الحديث واضح بلا لبس ولا 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 تضليل، كان الحديث واضح انه لكل مكون وكل قوى لها حصتها، لذلك يتحدث الأكراد عن وزارات خاصة بهم يجب ان ياخذونها. من يدعون انهم يمثلون السنة قالوا لدينا حصص وزارات معينة ناخذها، وما يسمى بين هلالين البيت الشيعي قال بأحزابه وقواه وميليشياته ايضا قال لدينا يعني وزارات ناخذها. والكاظمي طوال هذه الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة كان يتفاوض معهم على هذه القضية، هذه حصتكم، وإلى أن اقتنعوا بحصصهم هم الذين حددوا الوزارات وحصصهم فيها، بعد أن حسبوا كل جهة حسبت فوائدها ومكاسبها من كل وزارة، هذا الذي جرى. وبالتالي تحدثوا حتى عن مكونات، يعني ربما أضيفت إلى 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 يعني أحاديث السابقة أنه المحاصصة الطائفية وإثنية، بدأوا يتحدثون عن مكونات، وبدأوا يتحدثون حتى عن محاصصة مناطقية. أهل البصرة بدأوا يطالبون وزير النفط بوزارة النفط ووزارة النقل، التركمان بدأوا يطالبون أيضا، المسيحيين بدأوا، وهكذا القضية توسعت ووجدنا أمامنا محاصصات من أنواع جديدة، مناطقية وطائفية وإثنية ومكوناتية وهكذا. فبالتالي هي لم تخرج عن هذا الإطار، وكل شخوص هذه الوزارة هم يعني عملوا في هذا الإطار منذ عام 2003 لحد الآن، هم أبناء هذا الإطار، إطار العملية السياسية أقصد، إطار هذه الأحزاب قواها، هم يعني يدينون بالولاء لهذه القوى،
يدينون بالولاء لهذا الفكر. الشعب عندما خرج بتظاهراته لم يخرج ضد حكومة، يعني لم يخرج ضد حكومة عادل عبد المهدي كشخص عادل عبد المهدي وحكومته، لا، خرجوا ضد نظام كامل، ضد عملية كاملة، ضد هذه العملية السياسية ومخرجاته، لأنه عادل عبد المهدي وقبله حيدر العبادي والمالكي يكملون بعضهم لإنتاج نفس التركيبة، تركيبة الفساد، إنتاج نفس الطبخة المسمومة التي قدمت للعراقيين واللي أوصلت العراق إلى الفساد والخراب والدمار وما ما ما نجده اليوم. يعني هذه هي الطبخة الأساسية. فبالتالي هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، ومن يدعي ربما هناك تطبيل، ربما هناك أقلام مأجورة تحدثت كثيرا في هذا الموضوع، ويعني ربما كانت معدة سابقا على أن الكاظمي يختلف عن سابقه، وهو لا يختلف، وهو كان مدير المخابرات في حكومة عادل عبد المهدي، وهو جزء من هذه المنظومة، هو جزء من منظومة الاحتلال، جزء من منظومة العملية السياسية، وكل وزراء وكل مستشاري من هذه المنظومة. وبالتالي تصرفات هذه السياسة بعد شهر مثل ما حضرتك تتحدث من تأسيسها لم تسفر عن شيء يختلف عن السابقات، بالعكس تأكيد على نفس المنهج العملية السياسية، تأكيد على نفس التجاوز على العراقيين، نفس الأسلوب والطريقة. سنتحدث دكتور عن قضية استمرار قتل المتظاهرين، مع العلم هناك تعهدات بالإصغاء لمطالب المتظاهرين، وهناك لجنة مشكلة لملاحقة قتلة المتظاهرين وما إلى ذلك. دكتور قحطان الخفاجي، أشار دكتور رافع إلى أنه هذه الحكومة لا تختلف في شيء عن كل الحكومات السابقة، هي عملية استنساخ بالكامل، كلها بما في حكومة الكاظمي تخرج من هذا الإطار، إطار العملية السياسية. سؤال، يعني أليس هناك فكاك، لا فكاك من هذا الإطار، حتى لو أودى بالبلد وأهله إلى الموت الكامل الآن، انحطاط بالكامل، هذا التمسك بهذا الإطار على الرغم من كل ما تسبب به للبلد، يعني هل هو أصبح قدر البلد وأهلهم أهله؟ آسف جدا الصوت تقطع منتصف سؤالك. أعيد الأخير. أعيد دكتور اسمح لي. قلت لك أنه لا تناص أو لا انفكاك بين العراقيين وبين الحكومة كما أظن السؤال. خلينا أعيد دكتور إذا تسمعني الآن بشكل جيد، أعيد لك السؤال. الدكتور رافع أشار أنه هذه الحكومة لا تختلف في شيء عن كل الحكومات السابقة، كلها السابقة وحتى اللاحقات ستخرج من هذا الإطار. سؤال، أليس من فكاك من هذا الإطار، يعني أصبح قدر العراق وأهل العراق هذا الإطار العملية السياسية، حتى لو ذبح البلد بالكامل من الوريد إلى الوريد؟ لا، بدءا انا لا اعتقد هناك اي مجال ان ينفك حال العراق ومستقبله من العمليه السياسيه الانتشاس القائمه. انا اظن هناك اشكال بالصوت. العفو حبيبي. طيب دكتور اسمح لنا ان يعني نروح للدكتور ثامر العلواني ونرجع لك حتى يكون الصوت قد يعني ضبط. دكتور ثامر. دكتور ثامر. نعم معك أخي. دكتور أولا مرحبا بك. دكتور هذا الإطار الذي ينتج كل هذه الحكومات التي سارت بالعراق من سيء إلى أسوأ، ومن أسوأ إلى الأسوأ، ومن الأسوأ إلى الأشد سوءا بسبب هذا الإطار، هل هذا الإطار صار مقدسا، خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، على الأقل يعني من قبل شركاء العملية السياسية وقفة للمراجعة، أن هذا الإطار تسبب بكل هذه الكوارث، لماذا التمسك به وإنتاج حكومات محاصصة في كل مرة محاصصة ونذهب إلى ما هو أسوأ؟ بداية تحية لك ولضيوفك الكرام. أخي الكريم، أحب أن أؤكد بأن العراق بعد الاحتلال منذ 2003 ليس فيه دولة مؤسسات، وإنما هي عصابات تستحوذ وتسيطر على القرار في العراق وتتحكم بمصير الشعب العراقي وخيراته. وكما ذكرنا سابقا وعلى منبركم
وصوت الرافدين الثابت أن ما يجري من تغيير أشخاص وتدويرهم في الحكومات لن يتغير، لو ولن يغير شيئا في مصير العراق أبدا. المتظاهرون يعلمون ذلك تماما، وهذا الأمر لا يخفى لا على المتظاهرين ولا على الشعب العراقي، الكل يعي هذا الأمر بشكل كبير جدا. ولذلك هم يقولون، المتظاهرون يقولون، خرجنا لا لتدوير الأشخاص وإنما لاقتلاع النظام برمته. خرجوا لإسقاط نظام فاسد منذ 17 سنة هو يتحكم بمصير العراق، وهذا واضح جدا من هتافات المتظاهرين وأصواتهم تعلو. ولا يعنيهم طبعا تنصيب لا الكاظمي أو غير الكاظمي، لأن المشكلة كما تفضل الدكتور رافع وتفضلت حضرتك بالتقرير، المشكلة ليست في أشخاص وإنما في المنظومة السياسية نفسها. ولذلك أقول مصالح البلاد غير مضمونة، بل هي على شفا حفرة وتسير نحو الهاوية. وللأسف كل المؤشرات تؤشر إلى أن الأوضاع بالعراق ستسوء بشكل كبير جدا في الأيام القادمة. نسأل الله السلامة للشعب العراقي ولأهلنا جميعا. ولكن بما أن حكومة الكاظمي تدعي زورا وبهتانا أنها جاءت بدعم تظاهرات وأنها بعيدة عن المحاصصات، خلينا نأتي إلى تكذيب هذا الادعاء وهذه الفرية بالوعود التي وعدها الكاظمي. أولا، المتظاهرون طالبوا بمحاكمة من قتل أكثر من 1000 شخص متظاهر وجرحوا ما يقارب من 30,000 متظاهر، حتى يثبت الكاظمي حسن النوايا عليه أن يأتي ويحاكم قتلة المتظاهرين. وهم معلومون، يعني ليس هم أيضا مخفيين، الكل يعلمهم سواء كانوا من الميليشيات أو سواء كانوا من الأجهزة الأمنية. المتظاهرون طالبوا باسترجاع العراق، تحقيق السيادة للعراق، يقتلون في وضح النهار، وهناك من يدعو إلى حرق العراق من أجل إيران. هؤلاء الذين يدعون إلى حرق العراق من أجل إيران يبجلون ويسلمون المناصب العالية والمهمة في مفاصل الدولة، والذي يدعو إلى استقلالية العراق وعلو العراق هؤلاء يقتلون ويذبحون. الكاظمي وعد، وللأسف أثقل نفسه بوعود كبيرة عليه ولن يجرؤ على فعلها. وعد بإجراء انتخابات مبكرة وهذا لن يحصل، ولم تطرح المسألة جديا في على مرور شهر كامل من حكومته، لم تناقش، كان المفروض هذا أن يكون من أولوياته. وأقول للشعب العراقي بأن القرار ليس بيد الكاظمي أبدا، القرار من الأحزاب الفاسدة نفسها، هي من تقرر بحسب رغبتها بإجراء انتخابات مبكرة أو لا، ولكن ليس برغبتها هي حقيقة، وإنما حسب إرادات خارجية إيرانية وأمريكية. ثالثا وهو الأهم، الكاظمي وعد بحماية المتظاهرين وساحات التظاهر واعترف بأن ذلك من حقهم والدستور يضمن حق التظاهر، ولكن ما حصل للمتظاهرين لم يختلف عن حكومة عادل عبد المهدي. على مرور الشهر الماضي جرائم بشعة حصلت في حكومة الكاظمي، أولها أنه الاعتداء بالاغتصاب وتقطيع جسد المتظاهرين بالسكاكين وهم أحياء، هذه جريمة بشعة حصلت في حكومة الكاظمي، مررت مرور الكرام على الكاظمي ولم يشكل لجنة تحقيقية، ولو كانت في بلد آخر لقامت الدنيا ولم تقعد. هذه أمريكا قتل شخص واحد قامت الدنيا ولم تقعد، لكن في العراق يقتل مئات الأشخاص وآلاف الجرحى ولا أحد يتحرك. حرق الخيم في ساحات التحرير كذلك لم يتحرك لها الكاظمي. خروج أشخاص مجرمين يحلقون رؤوس المواطنين أمام الإعلام ويصورون أنفسهم. أيضا البارحة يوم أمس مقتدى الصدر أيضا جدد اتهامات للتظاهرات وتهديد واضح وعلني وصريح لهم. طيب، هذا خروج أشخاص يتكلمون بلسان مقتدى الصدر، يحلقون رأس مواطن عراقي أمام الكاميرات لأنه انتقد مقتدى الصدر. لم يستطع الكاظمي لا محاسبة هؤلاء ولا استدعائهم، مع أنها جريمة كبرى. هذه المعطيات كلها تؤكد بشكل قاطع أن ما يجري في حكومة الكاظمي لا يختلف عما جرى في حكومة عادل عبد المهدي. ولذلك نقول لا فرق ولا تغيير ملموس
من حكومة الكاظمي عن حكومة عادل عبد المهدي، وحتى لو أتت حكومة غير حكومة الكاظمي لا يمكن أن يجري تغيير ملموس، لأن المنظومة هي بالأصل هي فاشلة وهي فاسدة، لا يمكن أن تنتج شيئا خيرا للعراق. نعم دكتور قحطان الخفاجي، طالما دكتور ثامر أشار إلى قضية الإفراط أو الإسهاب في وعود الكاظمي، هل تعتقد أن الكاظمي أخطأ في الإفراط في تقديم وعود كبيرة وعديدة يعلم أن لا طاقة له ولا لحكومته بتنفيذها أو تنفيذ حتى جزء منها؟ أخطأ الرجل في هذه الوعود أم كان يريد يعني وشركاء في العملية السياسية كسب الوقت، التقاط الأنفاس أمام التظاهرات التي كانت يعني كبيرة جدا والانحناء أمام العاصفة لحين، خطأ أم هذه الحسابات في باله وبال شركاء في العملية السياسية؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله هلا بالدكتور. أيوة الحضور والمشاهدين الكرام، إذا أردنا نتابع بعلمية ومنطق ما تفضلت فيه، هو يجب نتابع للغاية الأساسية أو المهمة الأساسية للكاظمي. المهمة الأساسية للكاظمي هل هي حقا مطالب الشارع، مطالب بالثوار، أم هي احتياجات أو متطلبات البقاء على العملية السياسية؟ هذا على ما يبدو لا نكون حازين بشكل أعمى بقدر ما نكون منطقيين. بالتأكيد أي شخص لابد أن يكون هناك أي شخص يأتي لهذا المنصب أن يكون إن صح التعبير يمسك العصا من النص الجاز، لنا قول ذلك، أن يعطي بعض الضمانات إلى الذين يخشون على مناصبهم، وأن يعطي بعض الوعود إلى الذين ثاروا وكان سبب أساسا في عملية التغيير حصلت في إسقاط السابق والإتيان به. على ما يبدو كاظمي إلى حد كبير كان وعود عالية المستوى اتجاه المتظاهرين. لماذا؟ لأن لابد أن يكون احتواء إلى الحراك الشارع ضرورة أساسية، لأنه هو سبب الأساسي في عملية التغيير التي حصلت، وليس العملية السياسية. بالمقابل العملية السياسية أثبتت وجودها وفعالياتها في الترتيب السياسي، بدليل أنها وضعت شروط معينة، وضعت المحاصصة الأسلوب الأساسي لها. إذا ما أخذنا ما بين تلك الحالتين نستنشف التالي، أن الوعود كانت لابد منها لكي يخاطب الظاهر من الحراك الشارع أنه يهدأ، وبالمقابل أعطى الوعود التطبيقية العملية للعملية السياسية عندما أتى بشخص انتخابيين طائفيين واضح كما قالوا الزملاء، وكما سمعنا أنه سوف يعدون وزارة أخرى بين قوسين تركمانية حسب التفصيل. إذن في رأينا كمتابعين الوعود التي سيقت بهذا الحجم هي كانت لابد منها، لأن كاظمي لا يستطيع أن يمضي خطوة الأمام ما لم يستطيع أن يضع أو يحدد نسبيا الشارع. الثورة قالت من اللحظة الأولى ذلك كاظمي، ولكن الوعود التي ساقها وبعض الاختراقات التي حدثت في الساحة من بعض الأحزاب أو بعض الأشخاص، ثم بعض الذين لهم طمع في مناصب معينة، كانت وراء بعض المقبولية النسبية إلى أن كانت سبباً لتخفيف حدة الرفض العام كاظمي. بعد ذلك طبعاً موضوع جائحة كورونا. إذن كاظمي ذهب بهذه الصيغة لكي يمتطي أو لكي يخفف من حدة رفض الشرع له. كاظمي سيصطدم رغم الحقائق المختلفة بأن الذين سيطروا عليه ونصبوه لن يوافقوا على حتى تلك الوعود التي فرضها على نفسه. ذلك نتوقع سرعان الانهيار الكاظمي دكتور من جهتين. ويبدو أن الرجل، أشكرك دكتور، يبدو أنه قد كسب عداوة وسخط وغضب شريحة أخرى، هي شريحة الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بقضية استقطاعات من هذه الرواتب. يعني خليني أستأذن منكم من أيضا
الضيوف الكرام الآخرين ومن المشاهدين. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن قدرة الكاظمي على ترجمة وعوده الكثيرة والعديدة إلى خطوات عملية في المرحلة القادمة. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في قدرة الكاظمي على ترجمة وعوده الكثيرة والعديدة إلى واقع ملموس في المرحلة القادمة. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور قحطان الخفاج أستاذ علوم سياسية، ودكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور رافع، الكاظمي تعهد أن تكون حكومته حكومة حل، حكومة حلول وليس أزمات. الأزمات أراد أن يصفر الأزمات، الآن خلق أزمة كبيرة مع شريحة كبيرة الموظفين والمتقاعدين في العراق، ربما 6-7 ملايين باستقطاع رواتبهم من هذه الرواتب. أين الحل؟ أين الأزمة؟ ذاهب إلى أزمة كبيرة، يبدو أنه يراكم أزمات وليس يصفر أزمات. أستاذ ماجد، يعني هم تبعوا يعني اسلوبا في إدارة الدولة، إذا كنا نسميها دولة، وهذا يعني هذا غير حقيقي، لا توجد دولة في العراق، لا دولة، لكن هم يحلون الأمور بالأزمات، يعني سياسة تدوير الأزمات الحقيقة وإدارة إدارة الحكومة بالأزمات. فهم كل واحد منهم تواجه مجموعة من الأزمات، يصنع أزمة جديدة لكي يلهي الشعب عن الأزمات الباقية. الآن الكاظمي نفس الطريقة، لديه أزمات كثيرة، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات أمنية، أزمات اجتماعية، أزمات كثيرة. وهو في مقال صحيح الكارثة الآن هي نعم كورونا، في مقال كتبه وكان يعني يتحدث به عن ربما مكاشفة للشعب مفروض هكذا، وقال إنه الوضع سيء جدا، والبلاد الآن بعد 17 سنة بلا سيادة بلا استقلال، الفساد بها في أعلى خزينة فارغة، خزينة قال يعني استلمت خزينة فارغة لا, لا, لا شيء فيها. تحدث أنه لا زراعة لا صناعة لا تعليم جيد، لا إحنا تحدث عن كل الأشياء اللي يعرفها الشعب العراقي. بالتالي هذه مكاشفة، يفترض لديها هذه أزمات لديها حلول. هو الآن جاء ليجد نفسه في مواجهة أزمة مالية كبيرة، انخفض النفط، وبالتالي هو غير قادر أن يلبي حاجات الحياة البسيطة، ذهب مباشرة إلى أزمة جديدة عند الشعب، عند الموظفين، وهكذا الشعب. لذلك كنا نقول أنهم يصنعون الأزمات ويرموها على الشعب، وهذه جزء من عدها. هذه الأزمة صنعوها هم، يعني هم الذين ساهموا في صناعتها، لأن عندما يعني الآن تراجع الموازنات. بس دكتور، هذه الأزمة الحقيقة هم يعني إذا كانت الغاية إلهاء الناس وإشغالهم، لكن في حقيقتها هي عبارة عن وقود إضافي إلى الغضب والسخط الشعبي، وأيضا هناك رقم آخر للمتظاهرين سيلتحق بهم. قل لي أي من الأزمات لم تكن دافعا لوجود أحقاد ووجود غضب جماهيري ضد هذه العملية السياسية؟ نعم. أي من الأزمات من 2003 لحد الآن، أزمات الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، كل هذه الأزمات كلها تجعل الشعب يعي أن هؤلاء ليسوا رجال حكومة، هؤلاء لا يديرون دولة، هذه مجرد عصابة تدير مجموعة من الأموال قاسمة فيما بينها. وتبين الحقيقة أن شركاء العملية السياسية يمارسون من
من 17 سنة سياسة الهروب إلى الأمام، الهرولة إلى الأمام، هذه جزء من عندها، هي هذه الحل بالأزمات، إدارة الحكومة بالأزمات، هي هذه الهروب إلى الأمام. فبالتالي أنت تلاحظ يعني عندما تراجع الآن الموازنات تجد أن الموازنات التي من عام 2003 لغاية 2019 حجم الأموال اللي بالموازنات تريليون و230 مليار و300 مليون، هذا مبلغ خرافي، مبلغ كبير. وبالتالي احنا نصل هذا البلد الغني اللي كله ثروات وهو ثاني مخزون عالمي بالنفط الان شهريا حائر في قضيه توفير رواتب الموظفين. اداره الدوله غير موجوده، لا رجال لاداره الدوله، ليس هناك فكر لاداره الدوله. اعداد هذه الموظفين الهائله عندما وضعوهم في هذا الاطار الكبير لدينا، يعني الآن هم يتحدثون يقولون نحتاج 4 مليار ونصف فقط رواتب للموظفين. من أين تأتي بهذه الرواتب للموظفين؟ ولماذا هذا العدد الكبير؟ أنت وبالتالي كل القياسات كل الدراسات تقول أنه عمل الموظف لا يتجاوز 8 دقائق باليوم. والأمر اللافت أنهم سددوا قبل 4 أيام 400 مليون دولار ليوم. نعم، هذه يعني استحقاقات يجب أن يسددوها. هناك استحقاقات، هناك في هذه في كل هذه الحكومات هناك حديث وهناك افعال. حديث يقال للشعب فيه كذب وفيه خداع، مثل ما تحدث يعني هذه الوعود التي اطلقها الكاظمي احاديث، مجرد احاديث بلا رصيد يطلقها للشعب، لكن الافعال كلها لاجل شركاء بالعمليه السياسيه، من وقفوا من جاءوا به. كل الافعال الان كل ما يريدونه يحققه لهم، لكن الشعب ما يريده مجرد كلام ومجرد وعود لا تحقيق لها. وهذا ما قال القيادي في حزب الدعوة الشيخ محمد الهنداوي، قال إذا الكاظمي تعرض لرواتب رفحة والسجناء السياسيين سنسقطه، لأن من أتى به العامري والمالكي ومقتضى الصدر وكذا، وهؤلاء سيسقطونه. نعم، هذه هي الحقيقة، لأنه من جاء به مر الشعب. سمعنا أن التظاهرات تتبع على أساس أنه كان هذا التظاهرات، هذه كذبة كبيرة. نعم. يعني ما علاقة التظاهرات؟ هو مدير المخابرات هو أكبر جهاز أمني وكان عضو بخلية الأمنية التي قتلت المتظاهرين. كيف يمكن للمتظاهرين أن يأتوا بمدير المخابرات ليكون رئيسا للوزراء ويحقق مطالبهم؟ هذه كذبة كبيرة. وبعدين هذه كل النقاشات التي دارت لتلبية مطالب الأحزاب والقوى التي في العملية السياسية، وبعدين كل الزيارات التي قام بها وكل الأحاديث التي يعني أجراها واللي أطلقها كانت بهذا الشكل، وزيارته إلى الحشد الشعبي كانت واضحة. وهذه مهمة دكتور، أشكرك وصلتنا لهذه النقطة. دكتور ثامر العلواني، يعني هل ذهبت وعود الكاظمي بالتصدي للميليشيات وسلاح المنفلت والمتسيب وحصر هذا السلاح بالدولة وإعلاء هيبة القانون، ذهبت أدراج الرياح بهذا الغطاء الذي أضفاه يعني ثانية على الميليشيات؟ زار ميليشيا الحشد، ارتدى سترة الحشد، أشاد بقتالهم ضد تنظيم داعش. أين هذا الوعد الكبير بالتصدي للميليشيات وكبح جماعها وأن تكون الدولة هي المتسيدة، السلاح فقط بيد الدولة؟ أخي الكريم، بس قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أود بس أن أوضح أمر يمكن سبقنا به دكتور رافع عرج عليه. المتظاهرون لم يؤيدوا حكومة الكاظمي أبدا، ولم يأتوا بحكومة الكاظمي. ربما بعض المفاهيم تقول أنه الكاظمي أتى بسبب المظاهرات لأنها أسقطت من سبقه عادل عبد المهدي وحكومة عادل عبد المهدي. وموقف المتظاهرين كان واضح جدا بأنه عندما اختاروا مرروا حكومة الكاظمي وأتوا بالكاظمي كان رفض واسع جدا، والمظاهرات خرجت في الشوارع في كل محافظات وعلى رأسها ساحة التحرير تطالب بإسقاط الكاظمي من أول خطوة. هذا أمر. الحقيقة أنه الكاظمي هو لم يأتي لمحاربة الميليشيات، ولم يأتي لحصر السلاح بيد الدولة كما يدعي. حكومة الكاظمي انكشفت بشكل واضح جدا وفاضح جدا، بحيث أولا انكشفت بكذبة الكفاءات، حكومة الكفاءات سقطت بشكل كبير ومدوي، لأن هذه الحكومة خضعت للمحاصصة وتقسيم الوزارات بين الفاسدين، ومن هذه الوزارات هي تابعة لميليشيا الحشد. ويمكن أن أقول أنه أضعف حكومة
مرت هي ستكون حكومة الكاظمي، وربما تكون أضعف من حكومة عادل عبد المهدي، ولن تستطيع حل أي مشكلة. مشكلة حصر السلاح بيد الدولة مشكلة مزمنة ولا يمكن أن يحلها الكاظمي. والدلائل أنه عندما يذهب ويلبس لباس الحشد الميليشيا الحشد ويذهب إلى مقرهم ويجلس بهم، كانت هذه الجلسة عبارة عن تفاهمات مستقبلية، لأن هناك الجانب الأمريكي يضغط بتحييد وليس إنهاء ملف الميليشيات، وإنما تحييد الميليشيات وجعل القوة العسكرية موازية مع الميليشيات. فإذا هي أتت لتؤدي دور مفروض ومرسوم لها، ومن هذا الدور هو الاتفاقية الأمريكية العراقية الجديدة، ولأيضا ليكون الكاظمي ساعي بريد بين إيران وأمريكا. والدليل أن الوزارات طبعاً الأخيرة قبل ساعة تقريباً، اسمعي دكتور، قبل ساعة هناك تصريح لافت للتحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، يتحدث أنه ميليشيا الحشد شريك أساسي للتحالف في قتال الإرهاب وقتال تنظيم داعش. هذه حقيقة. من كان معيناً للحشد الشعبي في الهجوم على مناطق المحافظات اللي أبادها الحشد والأمريكان؟ كان الأمريكان هم يسيطرون على الجو، والميليشيات تتقدم تحت على الأرض تمسك الأرض وتبيد الناس، وكانت تسببت بجرائم حرب إلى الآن يعاني منها ملايين العراقيين. الدليل على أن حكومة الكاظمي هي ليست حكومة كفاءات وليست حكومة لإزاحة السلاح من هذه الميليشيات، أن الوزارات الأخيرة ما مررت إلا بعد تقاسم الحصص بين الأحزاب وإرضائهم. ثانيا، المحاصصة الآن أصبحت أمر واقع لا يمكن الخلاص منه في ظل العمل داخل هذه المنظومة، لأنها أصبحت مبدأ الفاسدين الذي لا يمكن التخلي عنه. والذي جاء بالكاظمي ونصبه رئيسا للحكومة هو مبدأ المحاصصة. أنا أقول، إذا سمحت لي بآخر دقيقة، الإعلانات التي قالها الكاظمي عن وعود وبرامج الإصلاح المزدحمة بالآلاف والتصورات الخيالية والأحلام والأمنيات والحلول الانفجارية الكاذبة، هذه كلها هراء لا يكفي لإصلاح الواقع المأساوي الذي يعيشه العراق. لا تكفي هذه الادعاءات، وإنما العراق يحتاج إلى إزاحة وإزالة هذه الطبقة السياسية التي فشلت في إدارة العراق على مدار 17 سنة، وهي كافية لأن ترفع العراق لو وجدت النوايا الحسنة ولو وجدت الكفاءات، لأن يكون العراق يزاحم الدول المتقدمة، ولكان العراق يملك اقتصاد قوي، يملك جيش قوي، يملك بنية تحتية قوية يمكن أن ينتفع منها الشعب العراقي. نعم دكتور قحطان الخفاجي، يعني على الرغم مما يقال أن حكومة الكاظمي ولدت في ظلال التظاهرات وثورة تشرين وتعهدات الرجل أنه شكل لجنة تحقيقية لملاحقة قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء وما إلى ذلك، وأن هذه الحكومة ستلبي مطالب المتظاهرين، ومنها طبعا سنتحدث إذا بقى وقت عن قضية الانتخابات المبكرة، لكن المفارقة أن المتظاهرين والناشطين ما زالوا عرضة للاغتيال والخطف والقتل، وما جرى خلال الشهر الماضي دليل دامغ على هذه القضية. كيف سيبرر الكاظمي للرأي العام في العراق والمتظاهرين هذا التناقض، أن هذه الحكومة لتحمي المتظاهرين بينما هناك خطف وهناك قتل وهناك اعتقالات وغيرها من الممارسات التي تعرض لها المتظاهرون إبان حكومة عبد المهدي؟ عزيزي، المتظاهرون قالوا قولهم وقالوا موقفهم من الكاظمي ومن اي شخصيه، ليس بالتحديد شخصيه الكاظمي. المتظاهرون خرجوا لكي يغيروا العمليه السياسيه برمتها بشخصها بآلياتها، وليس لاستبدال زيد بدل عمرو. هذه اول حقيقه يجب ان لا يخفز عنها المتتبع. اثنين، الكاظمي عندما جاء او جاء به، وليس طبعا بالتحديد من التظاهرة ولكن نتيجة إلى الحراك الذي فعله المتظاهرون، وبالتالي الحراك الذي سبب أو دفع بضرورة إجراء
إجراء أي تغيير شكلي. العملية السياسية سعت إلى عملية إظهار تغيير شكلي لعلها تمتص دفاع الجماهير واحتواء حراكها. العملية السياسية بكاظميها وسواها نعم جاءت بذات الآلية السابقة، وهي أنها جزء من هي محاصصة طائفية، تغسيم مغانم، ارتباطات. دكتور بس كان الوقت ضيق، عمليات هذا القتل اللي الآن مستمرة ضد المتظاهرين من تقوم بها؟ الحكومة اللي يرأسها الكاظمي هو يقول أننا نحمي المتظاهرين، الميليشيات يقول سنتصدى الميليشيات، وهناك طبعا الحقيقة تصريح لافت لوزير الداخلية السابق في حكومة عادل عبد المهدي يقول أن القتل مسؤول عن عمليات بغداد، وهناك ضباط شرطة من العمليات محالين إلى التحقيق، بينما كنا نسمع عن الطرف الثالث المجهول، سمعنا عن بلاك ووتر، سمعنا أيضا في بعض الحالات عن قوى الإرهاب. يعني الآن الصورة كأن أوضح إذا كان هناك نية حقيقية لإنصاف الضحايا وذويهم. لا أكيد لم غير وجود هناك أي إنصاف وأي جدية في عملية متابعة قتلة المتظاهرين نهائيا، ولا هناك أي رغبة حقيقية لإنصاف المتظاهرين نهائيا. العملية السياسية على نفسها بنفسها وهي إنتاج لذاتها، لن تقف إلى جانب المتظاهرين نهائيا. لماذا؟ لأن المتظاهرين أرادوا ويريدون تغيير العملية برمتها أو تعديلها تعديلا حقيقيا. هذا مسألة لابد أن يسمح لها بها لا كاظمي والذي أتى بكاظمي. حالة ثانية، كاظمي يعرف جيدا أن الذي قتل المتظاهرين هم جهات رسمية وهم ميليشيات معروفة. تجمعت أمام الملأ في منطقة فلسطين، ثم اخترقت المتظاهرين وقامت ما قامت به. إذن هذه كلها وعود، ليس هناك أي أمل حقيقي في الآفاق لأن تحسن حالة العراق أو لأن يعطى للمتظاهرين حقوقهم أو يصحح الحالة. ولم يكن هناك المقدور كاظمي أساسا أن يتجاوز ما هو فيه من مآسي، وذلك لأن كما أشار الزملاء الخزينة العراقية نهبت خاوية، الثروات العراقية رهنت بإرادة خارجية، الجهات الخارجية متنفذة في الشأن العراقي، الميليشيات وفصائل تابعة لقوى خارجية هي المتحكمة بالجانب الأمني. إذن كاظمي يذهب باتجاه زروقة هذه الحالة وليس باتجاه تحقيق مطالب الشعب نهائيا. وبالتالي نتوقع أن الأمر سيأتي بمآلات سيئة جدا، ذلك إذا ما عرفنا أن عملية الإصلاح هي عملية عقيمة بالمرة، وعملية التقارب مع الشارع بعيدة، وأن الشارع ثائر لأن أسباب الثورة قائمة، بل أضيفت لها أسباب أخرى هو العزل المالي وشبه ذلك. إذن نحن مقتنعين قناعة تامة أن كاظمي لن يفي بشيء من وعده، وهذا الانتخابات الذي دعا إليها أو الذي ادعى أنه سيذهب إليها. أشكرك، هاي نقطة مهمة. لا سمحت دكتور، نسأل دكتور رافع عن قضية الانتخابات فقط. النائب باسم خشان يتحدث على طبعا على ذكر المحاصصة، أنه المحاصصة حتى في الفريق التفاوضي مع الأمريكان في الحوار الاستراتيجي هو أيضا كان تحكم المحاصصة الطائفية والحزبية. دكتور رافع، أنه حكومة الكاظمي عندما تشكلت وأتت لمهمة رئيسية أو مهمتين رئيسيات، محاسبة أو ملاحقة أو معرفة قتلة المتظاهرين، والمهمة الأخرى هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وبرلمانية. هذه مهمتها، خلال سنة يجب أن تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات. الآن لم يعد هناك أي حديث عن الانتخابات البرلمانية والمبكرة، مات الحديث، مع العلم أن هذه الحكومة هي مهمتها الرئيسة. هم قدموا، ربما أستاذ ماجد قدموا قبل فترة يعني مقدمات لهذا الموضوع أو توطئة لهذا الموضوع لكي لا يتحدث به أحد. للإجراء لو لعدم الإجراء؟ لعدم الإجراء. قالوا بأنه يحتاج إلى أموال ونحن لا نملك هذه الأموال، وبالمدى القريب والبعيد ربما يعني خلال تتوفر هذه يعني الأموال. خلال شهر عرفوا ما عندهم أموال، هذا الكلام قبل شهر راح نسوي انتخابات، ورا شهر ما عندنا أموال. هذه معدة سابقا الحقيقة، هم يعرفون من البداية
يعرفون هذه القضية ويعرفون أنه وقالوا أن مفوضية الانتخابات تحتاج يعني غيرتوها وتحتاج إلى فترة طويلة من التدريب تدريب بالخارج العراق وداخل العراق، هذا أيضا يحتاج إلى أموال وهذه غير موجودة. ثانيا قانون الانتخاب لم يكتمل بعد، مجلس النواب يعني في بداية التظاهرات قال أنه سنجري هذا يعني سنصدر هذا القانون وبالتالي وقف هذه القضية، والآن لا أحد يتحدث عن هذا القانون. القانون يحتاج إلى أيضا أن تجرى به وهناك خلافات عليه، فبالتالي أنت تحتاج إلى آليات كثيرة غير متوفرة. فقضية إجراء الانتخابات المبكرة قضية كذبة ولا تحتاج إلى تبرير منهم، الآن انكشفت. فلا وجود للانتخابات مبكرة أبدا، وربما يعني الكاظمي لو نجح في تلبية مطالب كل قوى العملية السياسية وجدوه جيدا لاعبا جيدا يلبي مطالبهم، ربما سيطوعون هذا الدستور، هذا المطاط دستورهم هذا الكسيح لكي يقولوا انه يعني ليس فترته مؤقتة، نحتاج الى ان نمدد له، وربما يمددون له لفترة طويلة اكثر، ربما اكثر من سنتين وثلاثة واربعة يكملها الكاظمي، وربما يعيدون انتخابه لدورة اخرى. هكذا هي هذه كل المحاولات، محاولة تقديم قتلة المتظاهرين، مواجهة الفساد وتقديم الفاسدين، إجراء انتخابات مبكرة وغيرها من الوعود التي يطلقها، هذه مجرد دكتور خليني أسألك بس عندنا خمس دقائق وبس بدقيقتين أيضا حتى ننطي أيضا كم دقيقة الدكتور ثامر. هناك من يقول أنه يقر ويعترف أنه هذه الحكومة الكاظم ليست هي الحكومة المنشودة مليئة أو مكتظة بالسلبيات، لكن الظرف الموجود بالعراق حرج جدا، مرحلة حساسة، إفلاس مالي، عطالة، بطالة، جائحة كورونا وما إلى ذلك، تعقيدات وضع إقليمي ودولي. على لندعم هذه الحكومة على الأقل لتعبر بنا هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر اطمئنانا وهدوء. ما هو هذا الفكر؟ هذا أساسا خطأ. يعني هل تستطيع أدوات الخراب أن تبني بناء جديدا وتؤدي إلى النجاح؟ مستحيل. هذه القضية، هذه أدوات الخراب هي من جاءت بهذه الأزمات، هي من أوصلت العراق إلى هذا المستوى، فكيف يمكن الاعتماد عليها لإخراجنا من هذه الأزمات؟ لا يمكن. هذه القضية يعني هي تصنع أزمات، هي لا تحتاج إلى جدل الحقيقة. فبالتالي أن تعطيها فترة، أن تعطيها وقت، أنت مجرد تعطيها وقت لكي تستمر حياتك وتستمر معاناتك، هذه الفكرة أساسا. فبالتالي هم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، هم يمددون فترة بقائهم على كراسي الحكم، يحاولون أن يكسبوا وقت لكي تمل القوى الجماهيرية، لكي يستطيعوا إيجاد حلول لمواجهة القضاء عليها، ليس أكثر. أما أن يجدوا حلولا للعراق، لا، هم الذين ساهموا بوصول العراق إلى هذا المستوى ووصلوا إلى هذه الهاوية. طالما أشرت دكتور لقضية أنه ملل وفتور القوى الشعبية والتظاهرات، دكتور ثامر العلواني في عمان، صحيفة لوفيغار الفرنسية تقول في تقرير لها من بغداد أن موجة جديدة من التظاهرات الشعبية على وشك الانفجار قريبا بسبب فقدان الشعب العراقي الثقة كاملة بالقوى السياسية وبحكومة الكاظمي. يعني هل نحن إزاء فعلا انفجار شعبي كبير، هذه المرة قد يكون أقوى وأشرس من الذي جرى في الأول من تشرين أول الماضي؟ أستاذ العزيز، لولا جائحة كورونا لكانت الأمور ليست كما نراها اليوم. هناك دعوات كبيرة لمظاهرات مليونية في نهاية الشهر 30/6 في مناسبة الذكرى المئوية مليونية الخلاص سموها 20. بس اسمح لي أن أقول أنه حكومة هذه الوعود وهذه التوقعات هذا شيء طبيعي، لأن المحللين عندما يحللون هذه الأمور عن الوقائع والمعطيات الموجودة على الأرض. نعم. حكومة الكاظمي حكومة أزمات، ولن تكون حكومة حل أبدا، لأن رئيس الحكومة من طبقة السياسيين الفاسدة ولا يملك مقومات القائد الناجح فضلا عن خضوعه لرغبات الفاسدين، فلا يعرف طرق الحلول. ومن خلال سيرته العلمية والعملية وخبرته هو لا يملك العقلية الإصلاحية ولا يملك العقلية الاقتصادية ولا العسكرية، وليست لديه الخبرات الأمنية، فكيف سيأتي بالحلول؟ قديما قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف سوف يعطي كل هذه الأمور؟ هذه المنظومة السياسية كانت سببا في ضياع العراق،
ونهب حقوق المواطنين وإغراق البلاد بمشاكل سياسية وأزمات اقتصادية، فكيف سيأتي بالحلول؟ خلاصة الأمر، لا توجد مؤشرات حقيقية على وجود بصيص أمل لأن تكون هذه الحكومة حكومة حل وليست حكومة أزمات، ولذلك فإن العراق يسير نحو الهاوية، البلد ذاهب نحو مزيد من الانفجار الشعبي ضد العملية السياسية وقواها وضد الحكومة. دكتور أشكرك، الوقت فعلا انتهى ويقولوا لي انتهى الوقت. أنا أشكرك وأشكر أيضا بقية الضيوف اللي كانوا معنا في هذه الحلقة، وهم الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي، ودكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، و بالطبع دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان عبر السكايب معنا. وأشكر المشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.